نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي نبدأ اليوم إن شاء الله نكمل وانتهينا من المحاضرة السابقة. شفنا في المحاضرة السابقة مجموعة من الأكزيومز، شفنا قلنا الأكزيومز هي عبارة عن بديهيات مش بحاجة لإثبات. ومع هذا انه بقدر انت عن طريق التروث تيبل تشوف بعض ايش الخصائص هاي، اوكي تثبتها موجوده على شكل تروث تيبلز. اوكي الان ان شاء الله، وزي ما حكينا كمان انه ذيس، لاحظ اكزيومز ابيرز ان بير، كل واحده عباره عن ديول. لاحظ هنا البي ديول للاي، اوكي ايدنتي اليمنتس، هون عندنا اكس اور 0 ايكوال اكس. قلنا الايدنتي، قلنا على ان الديول اللي عباره عن ايش؟ حكينا انه الاور بصير اند والزيرو بصير ايش؟ بصير 1. اذا this is the dual of this. بس ليش بالنسبه للكونتيف لو؟ It is in pair. B is the dual of A. اوكي؟ لاحظ نفس الشيء، الاور هاي صارت اند هنا والاور هاي صارت ايش؟ صارت اند. اوكي؟ نفس الشيء بالنسبه للديستريكتيف لو، توزيع لاحظ قلنا الاند على الاور، هون توزيع الاور على ايش؟ على الاند. اوكي اذا نلاحظ هنا الاند هاي شو صارت لما نوزعها؟ اوكي شو بصير هنا؟ لاحظ الاند هاي شو صارت هنا؟ اور. اوكي الاور هاي شو بصير؟ لاحظ صارت اند. اوكي لاحظ هنا الاند هاي شو صارت؟ صارت اور، مزبوط. الاند هنا صارت اور. اوكي الاور هاي صارت اند. اوكي الان اللي بين الاكس والزد صارت ايش هون؟ صارت اور. الاور اللي بين اكس واي والاكس زد هي صارت ايش هون؟ اند. لاحظ ديول، يعني هذا، لاحظ هنا هذا ذيس از ذا ديول اوف ذيس، وهذا هون الرايت هاند سايد اوف بي هون از ذا ديول اوف ايش؟ ذا رايت هاند سايد اوف ايش؟ اوف اي. اوكي نفس الشيء بالنسبه ايش للانفيرس. اوكي الان رايحين نستخدم هاي الاكزيومز باي ذا وي تو بروف فور مور ثيورمز. اوكي الان بقدر انا استخدم هاي تو بروف ثيورمز. الان وانس ثيورم از بروفد بقدر استخدمها كمان ايش؟ عشان اعمل اثبت ايش؟ ثيورمز اخرى. اوكي هاي القاعده العامه انه انا ما بقدر انا ثيورم بحاجه لاثبات، وان الاكزيومز خلاص اكزيومز بديهيات مش بحاجه. الان راح نشوف فور ثيورمز. اوكي First theorem, by the way, says. طبعاً لاحظ كمان it comes in pair. Okay. B. B is a dual of A. Okay. الآن theorem says x or x equal x. Okay. X or x equal x. الآن زي ما حكيت إنه بقدر نستخدم axioms اللي شفناهم في الجدول السابق to prove these theorems. الخطوة الأولى باستخدام اكزيوم 1 بي. لاحظ الاكزيوم 1 بي شو بتقول لي؟ الاكزيوم 1 بي تقول لي اكس، لاحظ شو بتقول لي؟ تقول لي اكس اند 1 ايكوال اكس. اوكي اذا انا اخذت هذا عملت له اند مع ايش؟ مع ال1 حسب الاكزيوم ايش؟ 1 بي. اذا الاكزيوم 1 بي اوكي قالت لي انه اكس اند، لاحظ هاي الاند حطيتها هنا، اكس اند 1 ايكوال ايش؟ اكس، يعني هيك يقول لك انا اكس كبرتها، عملت اند مع ايش؟ مع ال1. اوكي الان لاحظ هلا شو عندنا؟ عمليه توزيعيه. اوكي الان باجي باي اكزيوم 4a، شو بتقول لي اكزيوم 4a؟ بتقول لي اكس اور اكس برايم ايكوال 1. اذا ال1 هاي شو بعوضها بدالها؟ شو؟ الاكس اور اكس برايم حسب ايش؟ طبعا هي حسب اكزيوم 4a. اوكي الان حسب اوكي الان لاحظ هسه اكزيوم 3b، شو بتقول اكزيوم 3b؟ قلنا x or y z equal x or y and x or z، يعني ايش مستخدم اللي هي قاعده التوزيع الديستريبيوتيف لو. اوكي قاعده توزيعيه. اوكي الان لاحظ هنا استخدمنا هنا اوكي اذا this by the way by the axiom 3b. اوكي هي عباره عن ايش؟ هي عباره عن اكس اور اكس هاي اند ايش؟ اند هاي وزعنا الاور على الان اند اكس اور ايش؟ اور اكس
برايم مزبوط اوكي قاعده توزيعيه بتقول لي هيك فرقتوا شوفها موجوده بالتابل عندكم اوكي الان احنا بنعرف كمان اوكي انه اكس اند اكس برايم حسب الاكزيوم فور بي بتساوي ايش زيرو اوكي اوكي بتساوي اذا زيرو اذا هو تساوي حسب اكزيوم فور بي تساوي زيرو اوكي والان طبعا احنا بنعرف حسب الاكزيوم 1 اي اللي بتقول لي ايش اكس اور زيرو ايكوال ايش بتساوي ايش بتساوي اكس الآن لاحظ ما أسهل يعني مبدأ الديواليتي شو بيساعدني لأن الديواليتي شو الديوال تاعها هي عبارة عن إيش؟ عبارة X and X بيساوي إيش؟ بيساوي X X and X بيساوي إيش؟ بيساوي X By the way مش This is not axiom أوكي okay? ما بتقول لي إنه X or بيساوي X كأكزيوم هي theorem إذا بدها إثبات أوكي okay? Once الآن أثبتتها بقدر أستخدمها في إثبات شغلات أخرى الآن خلينا نجي على الديوال تاعها اللي X and X بيساوي إيش؟ الثيوريم 1b x and x بساوي شو بساوي x الان بالبروف تاعها باي ذا واي نفس الستبس بس ايش يعني الديوال تاعهم ناخذ مثلا لاحظ الخطوه الاولى هنا كان عندنا ايش باي اكزيوم 1b لما بدي اثبت انا الديوال تاعها باخذ الديوال لا ايش باخذ بدل اكزيوم 1b باخذ اكزيوم 1a لاحظوا هنا اكزيوم 1a اوكي نفس الشيء كل خطوه راح تكون ايش ديوال لا ايش الخطوه يعني الاكزيوم اللي استخدمته انا احضره ولا ايش لا الثيورم في 1 اي اوكي كم طبعا نكمل الاخير راح لاحظ هنا هنا عندنا كان 1 بي استخدمنا 1 اي كان 4 اي و 4 بي 3 بي 3 اي و 4 بي 4 ايش هنا 4 اي اوكي باي اكزيوم 1 بي لانه كان ايش 1 اي اوكي إذا لاحظ هنا إنه عملية سهلة بالنسبة لإثبات الديوال. زي ما قلت لكم أنا مبدأ الديواليتي مهم جدا، بعض الأحيان باي ذا واي فورم مثلا بكون عندي صعب إذا أقدر شكله هيك مش معجبني، ممكن آخذ الديوال تاعه أنا وأثبت الديوال تاعه إنه إز فاليد، بالحالة بقول باي ذا برنسبل أوف ديواليتي بما إنه الديوال أوف ذيس إز فاليد، ذن ذيس إز أولسو فاليد. إذا بقدر أستخدمه أنا إيش؟ كتول to prove things okay لا بالنسبه هاي الثيورم ايش طبعا 1 اي لان بقدر اضيفها للتيبل ثيورم 1 بقدر استخدمها انا ممكن اعطيك تيبل مثلا على سبيل المثال في ثيورم في الاكزيومز في ثيورم 1 اي 1 بي اقول لك اثبت لي ثيورم ايش هسه 2 اي و 2 بي اوكي اوكي الان ثيورم 2 اي قلنا 2 بي بتقول لي انه الاكس اور 1 ايكوال 1 شو الديوال تاعها بده يكون؟ مين بده يقول لي؟ يلا مين بده يقول شو الديوال؟ الديوال اكس نقطة اند مش نقطة بديش تقول نقطة بدي تقول لي اند اند صفر اد زيرو ايوه اد زيرو يساوي زيرو يساوي جود فيري جود الديوال تاعها نفس نعم جود الاخر نعمل بروف اوكي طبعا هذه الخطوات إيه؟ كل خطوه بحط دائما الستيب قدامه هنا طبعا انا عاده بالامتحانات واحد يعطي التيبل بيعطيه التيبل اوكي الثيوريمز والاكزيومز بس الشيء واجبك انك تحط مع مقابل كل خطوه شو الاكزيوم او الثيوريم اللي انت ايش هنا استخدمته اذا باي اكزيوم 1 بي اوكي طلع لنا هذا الان هو يساوي الى طلعنا هنا يساوي 1 and x or 1 by axiom 3b okay طبعا this is من expansion لل 1 على شكل x or x prime and x or 1 axiom 4a okay then this is by the عبارة عن توزيع عبارة عن axiom 3b the x or x prime and 1 okay الآن لاحظ هسه هون الاكس برايم اند 1 عباره عن ايش هي عباره عن اكس برايم حسب الاكزيوم 1 بي اوكي اكس برايم عوضناها الان اكس اور اكس برايم حسب الاكزيوم 4 اي طبعا شو بتساوي بتساوي 1 باي ذا واي الان انا اذا اثبتت تاي انت طبعا تقدر تقول لي باي ذا برنسبل اوف ديواليتي
زي ما حكيت قبل شوي نقول x and 0 equal 0 أو تثبت إيش خطوات إنه كل خطوة بتأخذ الدي ولا كل خطوة من هون okay؟ تأخذ خطوات الكافية لها من هون okay؟ يعني بالخطوة الأولى بتأخذ axiom 1a خطوة بعدها 3a بعدها 4b اللي بعدها بتأخذ 3a و 1a و 4b بطلع عندك إيش 0 okay؟ إذا احنا نقدر نقول بعد بالنسبة للديواليتي اوكي إذا بعد وي كان سي إنه دي فاوند زي ما حكينا يوزنج ذا ديواليتي برنسبل على ثيورم 2A فثيورم 2A طبعا زي ما شفنا هذا اللي حكي إكس أور 1 تساوي إيش 1 اوكي الآن نضيف theorem 1 و theorem 2 للتابل expansion عملنا للتابل okay. Okay. من expansion للتابل للجدول لنضفنا له theorem 1 و theorem 2 على شكل pairs كمان كل واحد دي والثانية okay. فينا theorem by the way اللي بسموه involution theorem theorem 3 okay. involution theorem طبعا دائما الكومبلمنت وال A برايم برايم ايكوال A اوكي okay. احنا نعرف انه حكينا انه A and A برايم بيساوي 0 اوكي وال A or A برايم بيساوي ايش بيساوي 1 اوكي okay. قاعد عرفناهم حكينا عنهم ولذلك ال A برايم هي عباره عن ايش الكومبلمنت لل A اوكي وال A is also ايش بتكون للكومبلمنت اوف A برايم اذا بترجع ايش A برايم برايم بيساوي ايش بيساوي A اوكي okay. الـ A prime is complement لل A والـ A is the complement of H of A prime okay. طبعا بما أنه بقول لك الـ complement of A prime is unique it follows that أنه A prime prime equal A this is the proof by the way like this okay. then taking double inverse of a value will give you H the initial value قاعدة عامة okay. طبعا بتقدر تشوف عن طريق تروح تابل تعملها أنت okay. خذ الـ A خذ الـ prime خذ الـ prime مرة ثانية هطلع نفس إيش نفس الـ A okay. إن شاء الله بسيطة إذا كانت 0 تصير 1 ترجع لـ 0 إذا كانت 1 تروح لـ 0 ترجع لـ 1 okay. مرتين لأني ما أخذ الـ complement 2 times okay. Okay. الآن في عنا قاعدة مهمة جدا by the way الـ absorption theorem absorption theorem theorem 4 okay. الـ absorption theorem بتفيدنا كثير حقيقة اني لما تكون صيغة اوكي الان صاروا عمل ميوت then next theorem and that's very important theorem اللي هي absorption theorem okay. الآن the absorption theorem says okay. لاحظ part A بقول له انه A or AB بيساوي A okay. إذن الديول تاعها انه ايش ال or هاي بصير and لاحظ ال or هاي صارت and والآن ده صارت إيش؟ صارت or okay. الآن to prove this first part okay, of the theorem okay, we follow the following steps okay. we have A or AB equal A and A or AB by axiom 1B okay. وتساوي طبعا A and 1 or B by axiom 3A Okay. which equal الآن لاحظ okay, في نقطة مهمة جدا by the way okay. هنا بدي أعمل بستخدم هنا الـ axiom 2A okay. يقول إيش تساوي A and B or 1 okay. ليش استخدمنا هذا الحكي
لانه اذا بتتذكروا انه الاكزيوم اللي مرت معنا كي تقول لي ايش؟ تقول لي x and 1 equal x، ما بتقول ليش 1 and x equal x او ها كي تمام؟ اوكي اذا راح نشوف هنا قبل شوي شفنا الثيورم اللي هي ثيورم كانت ايش؟ تذكروا ها ثيورم 2 كانت تقول لنا ايش انه x or 1 equal 1 x or 1 equal 1 ما قالت ليش 1 or x اوكي ثيورم 1 ثيورم 2a قلنا x or part a طبعا x or 1 قلنا equal 1 ما قلناش 1 or فاذا لازم استخدم اول شيء الاكزيوم 2a مشان نحولها ل b or 1 اوكي مشان هلا بقدر اقول ايش استخدم ثيورم 2a هلا بقدر استخدم ايش في الحاله هاي ثيورم 2a يعني لانه ال b or 1 اللي كانت عندنا x تذكروا قلنا x or 1 equal 1 فاستخدمت الثيورم مشان احولها للصيغه هاي b بالاول b or 1 صارت 1 اوكي هاي الخطه طبعا مهمه بالبروف لانه ما في عندي شيء بيقول لي 1 or b x بيقول لي x or 1 عشان هيك تذكروا ايش القاعدة التبديلية اوكي طبعا هذا حسب الاكزيوم 4a وتساوي ايش طبعا اوكي لاحظوا هنا حسب طبعا اكزيوم 4b 1b بتساوي a اوكي اوكي اكزيوم 1b بتساوي ايش بتعطيني ايه الان الديول تاعها نفس زي ما حكينا بقدر استخدم انا ايش هنا الديول لكل ستيب اوكي اذا الديول كيف بنقول انه ايش لاحظ كان بي بروفد باي ديواليتي كيف كان بي بروفد باي ايش باي ديواليتي انه الاي اند اي اور بي اوكي طبعا ايه اند لاحظ الديول ناخذ الديول هاي طبعا هاي عباره عن ايش هنا لازم تكون اي and a or b اللي هي الديوال تاعها اوكي شو بتساوي؟ بتساوي a dual of this اوكي ناخذ الديوال for steps ناخذ step 1a 3b 2b 2b axiom 2b هون theorem 2b axiom ايش 1a بيطلع لنا بالنهايه ايش بيطلع لنا اللي هي and a or b بتساوي ايش؟ بتساوي a اوكي التابل باي ذا واي هنا اوكي الان we have very important theorem اللي هي دي مورغانز ثيورم دي مورغانز ثيورم is a very important very key theorem in simplifying Boolean algebra شو بتقول لي طبعا كمان it comes in pair by the way اوكي قول لي ايه or b prime equal a prime b prime والديوال تاعها اللي هي بصير a b كل prime equal a prime or b prime اوكي طبعا بقدر انا ايش اعمل verification لها عن طريق ايش استخدام التروث تيبل اوكي بقدر اعمل simplification عن طريق التروث تيبل اوكي ناخذ على سبيل المثال ناخذ x or y كل برايم لاحظ ناخذ الاكس والواي بعدين ناخذ الاكس or y x or y اوكي بعدين ناخذ البرايم تاعها البرايم بعدين بروح على الاكس برايم
على الواي برايم، بعدين باخذ الاكس برايم واي برايم. لو طلعنا على التو كولونز هنلاقيهم ايش؟ نفس الشيء، متكافئات. اوكي، بنلاحظ ان اخذت كل الكومباينيشنز، كل البوسيبيليتيز للاكس والواي. كم بوسيبيليتي عندنا؟ اربعه بوسيبيليتيز، اللي هم يكون 0 0 0 1 1 0 1 1، اللي هم اربعه كومباينيشنز. اوكي، في غيره؟ ما فيش غيره. اوكي، بعد ما دي مورغانز لو طبعا از فيري امبورتنت. لاحظ انا استخدمت ايش هنا؟ كومبلمنت للاور تو فاريبلز. اوكي، وزعت انا لاحظ كومبلمنت على الفاريبلز، والاور صارت ايش؟ صارت انت. بس ايش هنا؟ باخذ الكومبلمنت للاند اوف تو فاريبلز. طبعا ممكن اعمل اكستنشن لهم، باي ذا وي اعمل اكثر من تو فاريبلز. اوكي، ممكن اعمل اكثر من تو فاريبلز. نفس الشيء هنا، وزعت لاحظ الكومبلمنت على الفاريبلز، والان طبعا بصير ايش؟ بصير اور. اوكي، قاعده بسيطه، سمبل ستريت فورورد. اوكي، خلينا نشوفها طبق على مثال. استخدمت في مثال complement of a function may be derived algebraically عن طريق ايش؟ استخدام دي مورغانز ثيوريم. اوكي، فور اكزامبل اقول لك find the complement with the following expression. اوكي، and طبعا unsimplify راح ينطبق ايش؟ دي مورغانز لو. يعني المطلوب منه هنا ايش؟ انه اوكي، لاحظ شو المطلوب، نجد الكومبلمنت لهذا الاكسبريشن. شوف شو الخطوات اللي بمر فيها خطوة خطوة. اوكي، الان بدي اوزع انا، لاحظ اخذت الاي كاليمنت، واخذت هذول كل ايش هنا؟ السكند اليمنت. اوكي، لان عندنا لاحظ هذا قوس قوس، وهذول قوس قوس، اذا هذول هذا هنا البي اور زد اند اكس اور اي برايم قوس قوس، هكا ايش؟ سكند اليمنت. وزعت اذا الكومبلمنت على الاي وعلى الاليمنت العنصر الثاني هذا. اذا لاحظ الاي شو بيصير عن الاليمنت هذا العنصر هذا؟ اند. اذا الاند هاي شو بدها تصير؟ بصير اور. لاحظ هاي صارت الان صارت ايش؟ صارت اور. والاي شو صارت؟ بصير اي كومبلمنت. وكل الاليمنت هذا بحط عليه ايش هنا؟ بحط عليه كومبلمنت. هاي حطينا عليه ايش هنا؟ كومبلمنت. اذا نفس الشيء بريد اكرر هذا الحكي. كررها. إذا باخذ هلا البي برايم كفيرست إليمنت للجزئيه هاي هنا، الجزء هذا، وهذا كله ايش؟ سكند إليمنت. اوكي، اللي هي زد اند اكس اور اي برايم سكند إليمنت. اوكي، اذا لاحظ هنا هسه، اذا البي شو بصير؟ بي برايم شو لاحظ هنا؟ اذا نوزعها لهنا. اوكي، على البي لاحظ هنا كيف شو سوينا؟ اوكي اذا البي هلا بصير ايش هنا؟ بصير بي برايم، مزبوط، صارت بي برايم. الاورا شو صارت هلا؟ صارت بصير اند. اوكي، الان هلا هذا باخذ ايش؟ كل جزئيه بحطها ايش؟ برايم. قلنا هنا الان لاحظ هلا هنا بدي اوزع هلا، الان هسه باخذ هذا الكومبلمنت هذا. اذا البي هون في عندي اند، ضل ما خلاش علاقه، لان الكومبلمنت على ايش؟ على الاكسبريشن هذا اللي هو زد اند اكس اور اي برايم. اذا بفصلهم هلا ايش؟ بفصل الزد لحال وايش؟ والاكس اور اي برايم لحال. اذا زدها شو بصير؟ زد برايم. الان ده بصير ايش؟ بصير هون اور قلنا. اوكي، وهذا طبعا هون بصير ايش؟ اكس اور اي برايم الكل ايش؟ كل برايم. لان هسه الان بطبق الكومبلمنت هون على هذا الاكسبريشن. اوكي، لاحظ انه هذا لكل لهذا هون. اوكي، اذا زد برايم ظل زد برايم، الان هذا بصير عندنا ايش هون؟ اكس برايم، لان لاحظ هون اكس بدون برايم، لما احط البرايم عليه بصير اكس برايم، والاي برايم برايم شو بصير؟ طبعا بصير الاخير اي. اذا بتطلعين ايش الجواب؟ لاحظ هي عمليه ايش؟ استمراريه توزيع الكومبلمنت على ايش؟ على التيرمز، على اللي ما سمحت انه بالنهايه ايش؟ يطلع عندي كصيغه مبسطه. اوكي، يطلع عندي بالنهايه صيغه ايش؟ مبسطه. الان بعد ما شفنا الاكزيومز والثيورمز، اوكي، وي كان جو تو بوليان فانكشن. كل هدف اصلا من هذا الحكي باي ذا مشان ايش؟ مشان نبسط البوليان فانكشنز، بوليان اكسبريشنز. وعمليه تبسيط للبوليان اكسبريشن مينز انه ايش؟ وي كان امبلمنت ذا بوليان اكسبريشن وذ سمبليفايد سيركت. اذا دائما نحاول
نحصل على ايش المينيمم مينيمايزد اكسبريشن عشان الكوست للسيركت بدها نعمل ريلايزيشن للاكسبريشن تكون ايش تكون يعني الكوست تكون اقل ما يمكن اوكي okay. اذا موضوعنا التالي هو البوليان فانكشنز باي ذا واي از بوليان فانكشن اوكي بوليان اكسبريشن اوكي لاحظ من هاي الصيغه اوكي okay. منها بالنهايه لايش لا هاي الصيغه الان بقدر اعمل انا حلل باي ذا بقدر انا اقول بتساوي a prime or b prime z prime or b prime x prime a اوكي okay. خلينا ننتقل للبوليان فانكشنز فالبوليان فانكشنز اكسبريس ذا لوجيكال ريليشن شيبس بتوين باينري فاريبلز وذ 0 اند 1 فاليوز اوكي مثال بسيط اوكي okay. لو كان عندنا فانكشن اف 1 لو قلنا equal x or y prime z okay what does it mean it means you know this function function f1 تعطيني 1 امتى اذا كان لاحظ okay اذا كان الx equal 1 او ايش انه الy يعني انا هذا كاكسبريشن واحد كلاحظ هنا كاليمنت او y تساوي 0 وz equal 1 كهاي الحالات فقط الحالة الأولى اللي هي لما يكون x1 تعطيني 1 أو الحالة الثانية اللي لما تكون ال y equal 0 وال z equal ايش equal 1 okay. وإلا all other cases combinations لل x وال y prime وال z بيعطوني ايش بيعطوني 0 إذا we say that this function is equal to 1 if x is equal to 1 or لاحظ or هاي ال or okay. or if both لاحظ y prime and and y prime okay and z are equal to 1 امتى equal to 1 لما y prime equal 0 لما y sorry equal 0 ولما z equal ايش equal 1 ليش لانه y prime بصير 1 and 1 بصير 1 okay الان خلينا نشوف boolean function as a circuit okay نرسم circuit gradually we are okay approaching what we aim to a boolean function can be transferred from an algebraic expression into a circuit diagram composed of logic gates okay الان لو قلت لك اعطيني البوليان function for this logic circuit okay نقول function f1 لحل equal لحظة هنا طبعا ممكن نقول equal x or ايش y prime and z او ممكن نقول هنا f1 equal لحظة y prime and z طبعا بحطه داخل القوس اوكي هنا او لو ما حطيتهاش داخل القوس لانه احنا نعرف انه ايش انه الاولوية للان طبعا or ايش or x فالافضل طبعا نقول انه equal x or ايش y prime and z طبعا الان احنا قلنا انه ايش ما نحطش الدوت بشكل عام اوكي then get implementation okay this yes this is the implementation of x equal ايش if 1 equal x or y prime z اوكي الان زي ما احنا شايفين هنا الواي برايم زد بده جيت باي ذا واي طبعا الواي برايم عاده ممكن ايش ونفرض ان الواي برايم موجود في الحاله هاي انفرتر ما في داعي نقول واي برايم طوالي مش موجود الكومبلمنت نقول واي نحط انفرتر اوكي وزد اذا كل تيرم بده ايش بده جيت اوكي في الغالب طبعا انه ايش تيرم سكويرز جيت اند ليترال باي ذا واي اكس از ليترال الواي از ليترال الزد ليترال نقول عنه ايش ليترال هو عباره عن سنجل فاريبل وذين ا تيرم مش مي بي كومبلمنتد اور نوت يعني ممكن يكون لما اقول هو انا مثلا الواي برايم هي ليترال بعتبرها انا اوكي okay. الزد بعتبرها ليترال والاكس بعتبرها ايش انا بعتبرها ليترال اوكي اذا ات از سنجل فاريبل وذين ا تيرم هذا عباره عن ليترال وذين ا تيرم هذا تيرم نقول عنه باي ذا واي ذيس از ا تيرم وذ وان فاريبل ذيس از ا تيرم وذ تو فاريبلز هاي بولد فانكشن
اوكي. الان خلينا ناخذ another boolean function circuit diagram. اوكي. Circuit diagram for function f. لاحظ لو we have more terms. اوكي. لاحظ هذا بده AND gate وهذا بده AND gate وهذا بده ايش AND gate. اوكي. طبعا هون بدنا انفرتر اذا كان الكومبلت مش موجود طبعا نفس الشيء بدنا انفرتر هون اذا كان الكومبلت مش موجود. اوكي. الان بقدر استخدم الانفرتر يعني استخدم انفرتر مره واحده واخذ منه الاكس برايم هاي والاكس برايم هاي نفس الشيء بالنسبه للواي بقدر اعمل انفرتر واحد واخذ الواي نفس من هون ومن هون اخذ من نفس الانفرتر في داعي احط انفرتر للواي برايم هاي والواي برايم اللي هون بس ليش ما في داعي اعمل انفرتر للاكس اوكي احط ايش 1 انفرتر لكل فاريبل لان ذيس از ذا سيركت خلينا نطلع ايش على السيركت اللي الاف 2 هون اوكي طبعا في الغالب انه الانفرتر هذا باي ذا واي ممكن ما اعتبروش لانه جاي من الانبوت الاكسترنال انبوت في الغالب انه دائما بكون عندي الترو والكومبلمنت فاريبلز يكونوا موجودين في لما ناخذ تشيب مثلا على سبيل المثال على البنز ها بيكبر دائما بن للفاريبل وللكومبلمنت تاعه يعني ماخذ مباشره بدون ما نمر عن طريق ايش باور عن طريق الجيت خلينا نقول الان لو اعتبرنا هذا الحكي انه الاكس برايم موجود والواي برايم كمان موجودين والاكس لاحظ كل اكس اكس برايم واي واي برايم زد زد برايم موجود على ايش عاده بيكون على اما يعني على المذر بورد للباور سبلاي اوكي الان لو نظرنا لهذا الجزئيه هنا لازم نقول وي سي ات از تو ليفل امبلمنتيشن وانا تو ليفل امبلمنتيشن ذس ذا فيرست ليفل يعني السيجنالز ماست جو ثرو تو ليفلز ذس ذا فيرست ليفل اوكي ويتش از اند ذس ذا سكند ليفل عباره عن ايش اور اوكي باي ذا واي كل اند بتعطيني تيرمز تقول عنه برودكت تيرم شو بقول عنه نقول عنه برودكت تيرم راح نحكي عنه فيما بعد اوكي برودكت تيرم اوكي الاور تعطيني سم تيرم لاحظ سم اور اور اوكي اوكي اذا هذا بنسميه برودكت تيرم وهذا طبعا بالنسبه للاند كل اند جيت تعطيني برودكت تيرم برودكت تيرم الان كل هذا بنسميه sum of products بنسميه sum of ايش products form sum of products s o p s products s يعني عشان الجمع اوكي نقول sum of ايش of products اوكي 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 الان بدي انا ابسط هاي الفانكشن خلي السلايد قدامكم خلينا نشوف بدي ايش ابسطها لاكويفلنت فانكشن بدي ابسطها ايش لاكويفلنت استخدم ايش الرولز اللي مروا معي البوستولس الاكزيومز والثيورمز اللي مروا معي اوكي بقدر انا ايش ابسط هاي الان لاحظ الاكسبريشن هذا لو اخذنا الاكسبريشنز هذول اوكي لاحظ عندنا اكس برايم زد اكس برايم زد هون عندي اكس برايم زد إذا بقدر نستخدم هاي من القواعد اللي مروا معنا اوكي بقول ايش بطلع الاكس برايم زد برا شو بضل عندي واي اور واي برايم نعرف ان واي برايم اور واي نعرف ان الواي برايم اور واي او الواي اور واي برايم بيساوي ايش بيساوي واحد اذا هذول شو بيعطوني هذول ها يعطوني اكس برايم زد اذا كل سيركت شو بصير اكس برايم زد اور ايش اور لاحظوا هنا اوكي اور اكس واي برايم اذا لاحظ قديش انا اختصرت بها كانت 3 انبوت هون نقول باي ذا 3 انبوت جيت هاي كمان ايش كانت 3 انبوت جيت اوكي نفس الشيء الاور كانت 3 انبوت اذا هذا بصير له 2 انبوت وهذول بصيروا ايش 2 جيتس بدل 3 جيتس بصير عندنا قديش 2 جيتس لانه هذا صار ايش قلنا هذول الحدين هذول اختصرناهم ليش؟ قلنا الاكس برايم زد إذا بصير X prime Z or X Y وهذا طبعا موضح إيش في الرسمة على الفيجار التالي لما نعملهم طبقنا عليهم القاعدة أوكي بسطناهم أوكي لاحظ هاي أبسط كثير أوكي كون وفرنا في السيركت أوكي وفرنا الكونكشنز أوكي عدد الجيس عدد الانبوتس أوكي
إذن F2 هنا شو بتساوي؟ بتساوي X prime Z or XY prime. لاحظ هنا عبارة عن هاي هنا الـ X مرنا على X على inverter صارت X prime وهي Z كي فهذا الانبوت إيش عبارة عن X prime Z. نفس الشيء هون مرنا الـ Y على inverter وهي X عبارة عن X هون بصير XY prime فعبارة عن XY prime. كي فلاحظ التبسيط استخدام الثيرمز الاكزيومز والثيرمز اللي مروا معنا شو ماله حقيقه ساعدنا كثير في عمليات اوكي تبسيط الاكسبريشن بحيث انه سيركت فرق يعني بين سيركت الاولى وسيركت الثانيه وفرنا جيتس وفرنا كمان بالانبوت للجيتس كونكشنز اوكي دكتور بس عندي سؤال تفضل كيف مثل الواي برايم اور واي على الرسمه على ايش الهاي مصح في واي برايم اور واي كيف مثلها على الرسمة؟ لا بنمثلهاش على الرسمة هاي نختصر قبل ما نعمل الرسمة احنا هاي نختصر قبل ما نعمل الرسمة مشان كل هدفنا اصلا شو احنا هدفنا؟ كل هدفنا انه كيف نختصر الرسمة السابقة شايف؟ فاستخدمنا الثيرمز الاكزيومز والثيرمز الموجودين معنا مشان نتخلص من هذا اصلا نتخلص منه اوكي؟ اوكي تمام هذا بادوي هذا هو كان ممثل هون ايوه اوكي الرسمة اللي قبلها كان مثلات هون بهذول القيس هون مثل على هذا الشكل فتلنا الواي برايم اور واي شفت كيف اوكي لاحظ هذا مش كانوا هيك بالشكل كانوا هيك بالاول الان الواي طلعنا الاكس برايم زد اكس برايم زد شو ضل ايش هنا الواي برايم واي شلناها مشان نتخلص منها اصلا هيك كانت ممثله هون كانت ممثله بهذا الاكسبريشن اوكي كان الهدف من عمليه ايش هو كلها نستخدم الاكزيومز والثيورمز اللي مروا معنا مشان ايش نحصل على سيركت مبسطه اوكي الان خلينا نشوف كمان مور فانكشنز على شكل تروث تيبل اوكي بولين الجبرا ديلز وذ باينري فاريبلز اند لوجيك اوبريشنز اوكي طبعا فانكشن ريزلتس طبعا الفكره هون بدي مثلا استخدم تروث تيبل باي ذا وي فانكشن ريزلتس ان باينري 0 اور 1 لان ممكن اعطيك انا فانكشن على شكل تروث تيبل على شكل ايش تروث تيبل اوكي لاحظ قيم الفانكشن ايكوال 1 في الحدود هذا بالحد هذا في الكومباينيشن هذا اوكي وفي الكومباينيشن هذا والكومباينيشن ايش هذا اوكي الان هذا عبارة عن إيش باي ذا وي؟ الإف بقدر أقول أنا إف من التروث تيبل بقول الإف بتساوي شوف كيف بتساوي إكس واي برايم زد برايم أور لاحظ أور اللي باخذ الوانز دائما باخذ إيش أنا الوانز الفانكشن أوكي أور إكس واي زد برايم أور إكس واي زد أوكي أور إكس واي زد أوكي الآن بقدر أستخدم نفس الأكزيومز والثيومز السابقين اللي مروا معانا وبسط اوكي باخذ حدود المشتركه لحد ما باخذهم انا كنا اجمع انا طبعا اعمل تجميع اخذ الاكس واي برايم زد برايم مع الاكس برايم واي زد برايم اوكي اذا لحظه باخذ الاكس واي برايم زد برايم مع الاكس برايم واي زد برايم ونجمعهم طبعا الان لاحظ راح يكون في عمليه تفصيل شو بدي اساوي انا رايح هذا الحد بهذا اكرره لانه هذا الحد راح اخذه مع هذا الحد اوكي واخره ما اخذه مع هذا الحد عشان نعرف انه اكس اور اكس بيساوي اكس ولا لا اوكي مروا معنا ثيورم اوكي اكس اور اكس شو بيساوي قلنا اكس شو كان رقم الثيورم اوكي طلع على التيبل شوف التيبل وين خلينا نرجع على التيبل اوكي اللي ثيورم 1 اكس اور اكس ايكوال ايش قلنا ايكوال اكس اذا لو اضيف التيرم هذا الموجود عندي بتغير قيمه الفانكشن؟ لا ما بتغير بس في كثير من الاحيان باي ذا وي اضافه فانكشن اضافه يعني نفس التيرم خلينا نقول اكرره مشان اقدر اجمعه مرتين اخذه مره مع هذا مره اخذته مع هذا حنشوف انه ايش؟ راح يطلع عندي تبسيط سيركت لهي السيركت وهذا طبعا ايش؟ شغله مهمه جدا انه كيف انا ابسط ايش؟ ابسط السيركت اوكي؟ الان لما تنتهي المحاضره بتعملوا هذا الحكي بتشوفوا انه لاحظ الاكس واي
x y z باخذه مره مع x y z برايم ومره ثانيه باخذه مع ايش مع x y برايم z برايم اوكي حتشوف انه ايش رايح بالنهايه يعطيني ايش حيعطيني x y or x z برايم اوكي الان لما تكون عندي يطلع عندي x y or x z برايم اوكي بطلع x خارج قوس كيف بطلعها بطلع عندي x في ال y or z برايم باي ذا واي لما اقول لك انا بسط لي للمينيمم نمبر اوف لترالز لاحظ نمبر اوف لترالز لما تقول لي x y or x z برايم هي تكون في اربعة لترالز تحولها لايش ل x and y or z برايم صار عندنا ايش 3 لترالز لان هاي الحاله الابسط بتكون with 3 لترالز اوكي الان مثال اخر اوكي لنلاحظ لو انه ما بسطتش انا ها بدي هنا لاحظ بدي and gate with 3 inputs بدي another and gate with 3 inputs كمان third gate with and with 3 inputs بدي كمان or gate with ايش with 3 inputs which is or more costly of course اوكي يعني بكون عندنا 9 literals لاحظ بكون عندنا ايش بدي 3 literals لهون الجيت تاعي 3 literals للجيت تاعي و3 literals لايش للجيت هاي بكون ايش عندنا 9 literals اوكي باي ذا واي لاحظ الليترال بيختلف عن الانبوت اوكي لانه انبوت اكس ممكن انا اخذها ايش احطها اكثر من جيت فصارت عندنا تو ليترالز لانه كل تيرم اوكي كل حد من الحدود ها الليترال بكون في اوكي وطبعا سواء كان فاريبل ترو فاليو او كومبلمنتد فاليو اوكي اوكي الان خلينا ناخذ مثال اخر اوكي These are binary variables under decorations. Okay, this is another. Example. Okay. الآن لاحظ لو أخذنا في هاي الكيس في هاي الحالة. Okay. طبعا هو نلاحظ الواي واي جاي لهون جاي لهون. بس نقول عنه إيش هون تور لترز لأنه مرة جاي على الجيت تاية ومرة جاي على إيش على الجيت. هاي اوكي اعتبرها 2 لترال مش 1 لترال ديروا بالكم الان لاحظ الفانكشن جي هون شو بتساوي بطلع بقول بتساوي اكس برايم واي زد اور اكس واي زد برايم اور اكس واي زد اوكي يعني عمليه تحويل من تروث تيبل لسيركت سهله وبقدر انا ابسط في بعدين اقدر ابسط اوكي الان لاحظ والله خلينا نشوف اللون خلينا ناخذ الاكس واي خلينا ناخذ الاكس واي 0 0 شو بيعطوني 0 0 0 شو بيعطوني 0 0 1 بيعطيني ايش 0 0 طبعا لانه في واحد منهم 0 كمان هون 0 فقط اعطتني حالة 1 8 لما يكونوا كلهم ايش؟ يكونوا 1 الاكس والواي 1 1 اعطاني 1 وال 1 اعطاني لما اخذ الواي زد اوكي لاحظ لما اخذ الواي زد ها نفس الشيء هذا بيعطيني 0 هذا بيعطيني 0 هذا بيعطيني 0 هذا بيعطيني 1 وهذا بيعطيني ايش 1 لان لو اخذنا الان تاعه الاور تاعهم سوري الاور لاحظ الاكس واي اور واي زد ها هذا بيعطيني 1 وهذا بيعطيني 1 1 لنفس ايش؟ الفانكشن جي باي ذا واي اوكي نفس ايش الفانكشن اللي هي ايش بتكون لما يكون باخذ انا لما الاكس بتساوي 0 يعني الاكس برايم واي زد اورد مع ايش مع الاكس واي زد برايم اور اكس واي زد اذا هذا تبسيط ايش لا لاحظوا هنا كمان ايش عدد يعني الجيتس اول شيء اقل وكمان عدد الليترالز اقل لما اقول انا جيت وذ 2 انبوتس طبعا تكلفتها اقل من جيت وذ ايش وذ 3 انبوتس اوكي So we have different representations, by the way, for Boolean expressions.
في كثير من الأحيان we need to transfer between Boolean expressions والtruth table والcircuit symbols. Okay, gates يعني كيف بقدر أنا أحول من صيغة لصيغة أخرى، وعملية طبعاً شفنا عملية سهلة. Okay، فعمليات تحويل طبعاً كل عمليات سهلة، ممكن أحول أنا من truth table expression كمان it's easy، كله easy by the way. هون بقول لك قال إنه إيش this not difficult. Okay، okay، more difficult to convert to truth table it's not difficult it's very very easy بس إيش takes steps يعني في steps. Okay، كله easy by the way. فيش شيء اسمه difficult. بس بقول لك إنه بالكتاب إنه more difficult to convert to truth table it's not true. Okay، ف okay we can transfer between any form to other. Okay، بقدر من circuit. Okay، حول لا truth table حول إيش لا boolean expression والعكس طبعاً من كل واحد لإيش للثاني. Okay، من boolean expression لحد وأنا بقدر أحول كمان للcircuit. Okay، بقدر أحول لtruth table. Okay، truth table بقدر أحول لها circuit ولا إيش لboolean expression. Okay، اوكي الان طبعا راح ان شاء الله ننهي اليوم. اوكي راح نشوف المره الجايه انه كيف تحويلات. اوكي عمليات تحويل. في اي سؤال اي استفسار دول ما ينهي اي سؤال؟ ما في اي سؤال؟ الله يعافيكم. اوكي بدي اطلب تقدر